يوم جديد وجولة جديدة من جولات فن نيوز صارت جاهزة، ورح رافقكم بشوية وقت على شاشة سما الفضائية لنتعرف على آخر أحداث الساحة الفنية من نشاطات الفنانين، آخر أعمالهم وكل جديد بخصهم. يسعد أوقاتكم. والانطلاقة من عند خبر عمل ضجة خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا بيقول أنه شكران مرتجى تركت سوريا وهاجرت بسبب الوضع الصعب. شكراً ردت وحسمت الأمر بطريقتها الخاصة، فرجعت ونشرت نفس الخبر على خاصيات الستوريز وعلقت: خبر كاذب جملة وتفصيلاً 100% تلفيق. وعلقت بستوري تانية وكتبت: كذابين، مو المشكلة بالخبر، مشكلتي باليلي صدقوا الخبر وعم يبعتولي. وأكدت أنها مسافرة بس يومين على بغداد كرمال مهرجان بابل الدولي وراجعة. شكراً شاركت متابعينا على تطبيق إنستغرام بصورة بالقفطان الأسود المطرز بالذهبي خلال تكريمة بمهرجان بابل وعلقت: شكراً لإدارة المهرجان على تكريمي في بغداد، الذاكرة والحضارة والشعب العظيم، كل الحب. وطالما عم نحكي عن مهرجان بابل، أكيد ما رح نتجاهل خبر اتداول رواد السوشيال ميديا عن رحمة رياض أثناء إحياء حفل غنائي على المسرح وظهرت فيه عم تبكي. وبالتفاصيل، وجهت رحمة رسالة للجمهور يلي تفاعل معها بشكل كبير وقالت: أنا بفتخر إني بنت العراق، ربي يحفظكم يا رب. فما قدرت إنه تتمالك نفسها وبكت من شدة شعورها بالفخر والامتنان للغناء على هالمسرح. ولفتت رحمة الأنظار لإلها بجمال إطلالتها حسب المتابعين، فلبست فستان طويل باللون الزهري وتركت شعرها مفرود. طبعاً رحمة على الصعيد المهني كانت عم تلاقي نجاح وأصداء إيجابية في أغنيتها الكوكب يلي قدرت أنه توصل لنسب استماع وفيوز عالي. يلا نسمعها ونرجع. وتالت أخباري لليوم بمصر، فعلى ما يبدو دنيا سمير غانم قررت أنه ترجع لعالم السوشيال ميديا بتأدية الصوت العربي الوحيد للحملة العالمية لا تختاروا الانقراض. ويعتبر هذا الظهور الأول لدنيا بعمل جديد من وقت وفاة والدتها الفنانة المصرية دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم من بعد إصابتهم بفيروس كورونا. الفيلم القصير هو جزء من حملة لا تختاروا الانقراض العالمية الجديدة، وأدت فيه دنيا الفويس أوفر باللغة العربية وأكدت على الدور الإيجابي والتوعوي اللي بيقدمه الفن لدعم جهود التنمية. الفيديو صار جاهز، يلا نشوفه ونرجع. ختام جولتنا الفنية لليوم بهوليوود، فرح يوصل الموسم الثالث والأخير من A Discovery of Witches بكانون الثاني يناير 2022، وحيتكون من 10 حلقات مدة الوحدة حوالي الساعة. بدور مسلسل A Discovery of Witches حول ماثيو وديانا يلي لازم يلاقوا معلمة ساحرة قوية لمساعدة ديانا بالتحكم بسحرة والبحث عن كتاب الحياة المراوغ. ودار الموسم الأول من المسلسل حول العالم يلي بيعيش فيه السحرة ومصاصين الدماء وغيرهم من المخلوقات الخارقة بشكل سري بين البشر. الجهة المنتجة نزلت فيديو ترويجي وتشويقي للموسم الثالث والأخير يلي كشف عن مجموعة متنوعة من اللقطات التشويقية لأبطال العمل. خلونا نشوفه ونرجع. يعني هي كانت كل أخباري لليوم، ولهون جولتنا الفنية بتكون خلصت. موعدنا بكرة إذا الله راد بنفس الوقت وأخبار جداد. باي باي.